السلام عليكم. وعليكم السلام. اولا مباركم سعود عيد المراه. الله يبارك فيك. الاسم والصفه؟ حشري هدى، مهندسه معماريه، خريجه المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه، مكلفه حاليا بمشروع بناء المحطه الجديده للرباط المدينه. اذا هذا فخر للفتيات والنساء المغربيات. في كلمه واحده، من هي هدى الانسانه؟ الوغ هدى انسانه مواطنه مغربيه، سن 31 سنه، قاطنه بمدينه القنيطره مع الزوج ديالها، خرجت المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه. هدى، انت كتمثلي واحد الورش اللي هو كبير جدا، واش كتلقاي فيه صعوبات بحكم النظره ديال الرجل اللي كيقولوا الرجل هو اللي خصو كذا يكون مسؤول، هو اللي يكون ديريكتور، وهذا واش كيبان لك شي فرق اثناء الممارسه من بديت كتزاولي؟ قبل كل شيء خصنا نثيروا انتباه لطبيعه المشروع والحجم ديالو، يعني درا مشروع بميزانيه ضخمه بصعوبات كثيره جدا، حنا كنحاولوا نتغلبوا عليها او فوغ ميزور، والحمد لله حنا راه غاديين في الطريق الصحيح. بالنسبه للسؤال ديالك، النظره ديال الرجل، انا كنظن ان النظره ديال الرجل تغيرت اونفيغ المراه، هذا ماشي هذا بالاجتهاد ديالنا، وحنا حفرنا وقرينا وصلنا باش وصلنا لهاد المرتبه الحمد لله. كنشوف ان النظره ديال سورتو انايا اون فام او شونتي، يعني سي ديفيرون على فام ادمنستراسيون ولا شي حاجه، يعني حتى النظره ديال لي زوفغي والناس اللي خدامين معنا هي ما كتعاملوا بطريقه مزيانه. حنا فرضنا الحمد لله الشخصيه ديالنا وبالكفاءه ديالنا وبالاجتهاد ديالنا الحمد لله. انت دابا في الشونتي بحال اللي قلتي، النسبه للمراه اللي خدامين كيشتغلوا تحت الامره ديالك، واش نسبه مهمه؟ الحمد لله العدد ديال النساء حنا عندنا في الورش ديالنا غادي كيتزاد مع التطور ديال الاشغال، عدد النساء كيزيد. في الاول قد نقول لك انني كنت غاب بوحدي في الورش كامل، الحمد لله دابا راه كاين بزاف ديال النساء، تزادوا الحمد لله النساء كي سون تري كومبيتونت، وحنا مفتخرين بهم كيما مفتخرين بجميع النساء المغربيات. هدى، شنو المكانه ديالك، التموقع ديالك امام التحديات اللي رفعها المكتب الوطني للسكك الحديديه من حيث تدبير المعقلان، من حيث العصرنه، من حيث الورش الكبير؟ الوغ في اطار المشاريع الكبرى اللي لونساها المكتب الوطني للسكك الحديديه، كوسوا لي غروند غار ال جي في لا غروند غار دو غاباڤيل كي اون غار تري امبورطونت، المشاريع ديال التثنيه والتثليث ديال السكه، كنظن ان المراه لقات المكانه ديالها ومازال ان شاء الله غتلقى المكانه ديالها. وخير مثال هو هاد لي شاف دو بروجي جدادين اللي شادين تبارك الله لي غروند غار، واللي شادين لي غرون بروجي او نيفو دو لو ان سي اف. دونك في اطار هاد المشروع ديالنا، وفي هذا الاطار كيتميز المشروع ديال رباط المدينه اللي هو اضخم مشاريع سككيه واضخم مشاريع ديال المغرب كامل، بكونه غادي يوفر لمدينه الرباط محطه بمواصفات عالميه اللي غتمنح للمسافرين واحد ليسباس دو في انتريسون مع مساحات تجاريه مهمه. وفي هذا الاطار كذلك غادي المحطه القديمه اون فالا ريكونفيرتيغ اون موزي، يعني غادي نردوها متحف ان شاء الله، هذه في اطار نعاود نردو لها لا فالور ديالها، لان المدينه كما كتعرفوا الي كلاسي باتريمون اونيفرسال ديال اليونسكو. شنو اخر؟
وتي كله كيدخل في مشروع الرباط مدينه الانوار. الوغ المهام المنوطبيه في محطه الرباط المدينه هي بالاساس مواكبه المشروع وتتبع جميع مراحل المشروع، وخصوصا دابا حنا في مرحله البناء، والحرص على لو فولي كاليتي يعني الجوده والسلامه اللي هو امر مهم في مثل هذه الاوراش الكبرى، نظرا للتحديات ونظرا للاكراهات الكثيره اللي كيعرفها هذا المشروع.